السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وهذه الفارة حالياً، الفارة هذه للتوضيح ترى يمديك حتى تشبكها على جوالك. سويت لكم فيديو أنه كيف يمديك تشبك فارة على جوالك، قطعة صغيرة اللي هي OTG on the go، يمديك تشبك منفذ كامل USB على نفس جوالك وأمورك تمام، يصير عندك فارة. زمان 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 في الزمانات هذه الفارة حقتنا، فهذه واحدة جديدة. تخيلوا طحت عليها هذه الفارة. طبعا هي يوم جت فارة كان فيه ثلاث أزرار نوع يجي، هذه من أوائل الأنواع اللي موجودة. الفيش اللي ينشبك عليها هو فيش زي كذا، هذا الفيش الأساسي اللي تشبك عليه الفارة زمان. ودائما في المعامل والمختبرات اللي موجودة في المدارس اللي كانت متطورة وقتها تلاقي عندك الفارة اللي هي كيف تتحرك الفارة، مو بالليزر، ما في شيء اسمه ليزر الله يرضى عليكم. كان فيه هذه، كان فيه هذه 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 أساس الفارة. كان موجود فيه جزئين قاعدين يتحركوا، واحد نقدر نقول X واحد Y. الاثنين لما يتحركوا الفارة تبرمج دوران البكرة اللي لاصقة في الكورة على الاتجاه، وتقدر تضبط معاك، حتى تقدر تسوي هنا للPC يعني الكمبيوتر، وهنا تسوي للماك على وقتها، فتقدر تضبط أمورك جدا بشكل جدا كبير. وعشان الفارة تشتغل عندك في الكمبيوتر، خلنا نضبط هذه أول. أوكي. عشان تشتغل عندك في الكمبيوتر دائما يجي مع الفارات فلوبي. فلوبي اللي هو هذا قرص، يسموه قرص طري اللي اسمه قرص مرن. القرص المرن هذا كان عندك تقدر تحطه على الكمبيوتر، تثبت البرنامج التشغيلي حقة الفارة عشان الفارة تضبط معاك في البرامج المختلفة، ايضا على الويندوز، ولا ننسى انه كمان على الماك. فالفارة تيجي بثلاث ازرار، شوف عندك 1 2 3، فتقدر تبرمج كل واحد من الازرار هذا ايش يسوي. في العادة هذا هو نفس الشيء ليفت كليك رايت كليك، اللي في النص هو اللي دائما اكثر شيء كنا نبرمجه وقتها، ولكن دائما كنت تروح تلاقي انه الفارات اللي موجودة عندك ما تشتغل، وتقول استاذ الفارة اللي عندي ما فيها كورة، فتلاقي واحد نتف الكورة هذه عشان قاعد يلعب فيها، تلاقي انت ما قاعد تستفيد في الفارة ولا شيء. ايضا شيء ثاني، ايام الطيبين اللي تذكروا البكرات اللي موجوده جوا يبغى لها احيان تنظيف، تجيب نفس العوده حقت الاذان ذي وتقعد تنظف البكرات الداخليه اللي موجوده على اساس انك الفاره تاخذ حركتها صحيحه، لانه مع دوران الكوره انت موضوع محطوطه في الفاره، مع دوران الكوره بشكل كثير ايش يصير، تجمع اوساخ شعر حاجه شيء، فتلاقي انه تقعد تنظف الكوره. التقنيه ما كانت دائما جميله وبسيطه يا جماعه، وحتى لسه حتصير ابسط واجمل، بس زمان كانت التقنيه بالنسبه لنا هذه كانت ثوره. ايضا كان عندنا شيء مشترك بشكل جدا كبير اسمه ماوس مات، اللي هو اللي نقدر نقول سجادة فارة. هذه تصير تحطها انت على اساس ان الفارة تقدر تتحرك بشكل سلس وكويس. احيانا لما تجي تحط الفارة على طاولة ولا اي سطح زي كذا ما حتشتغل الفارة بشكل جميل، فعلى اساس تضبط معاك يبغى لك تحطها بشكل سلس كذا على سطح اللي هم يسموه الماوس مات، او نقدر نقول سجادة فارة شيء زي كذا. اتمنى ان عجبتكم باذن واحد احد. فمن ناحيتنا في نهاية الفيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.